يا طالب العلم أقبل على هذا المني فالنصور والأصل إجمال العلم بالأحكام الشرعية. حتى نربط طالب العلم بالمني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، إخوتي طلبة العلم، ما زلنا في مدرستنا، هذه مدرسة البشرى، نتابع هذه الدروس المباركة مع هذه المواد الأربعة. ومادة اليوم كما تعلمون أيها الإخوة الكرام هي مادة الأصول من خلال كتاب الورقات، ومع هذا الموضوع الذي عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل، أي من يدخل في خطاب الله تعالى ومن لا يدخل. والمراد بخطاب الله كما ذكرنا سابقا هو خطاب الأوامر وخطاب النواهي، لأن الشريعة الإسلامية قائمة على هذين الخطابين، فإما خطاب فعل وإما خطاب ترك، وهما المعبر عنهما بقول من قال افعل أو لا تفعل. كل الشريعة دائرة مع هذين الخطابين الجليلين الكريمين، فإما خطاب فعل وإما خطاب لا تفعل. هذا الخطاب من يدخل فيه ومن لا يدخل؟ سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أن خطاب التكليف لا بد فيه من شروط ثلاثة على سبيل الإجمال: العلم بالخطاب، والعقل، والبلوغ. وذكرنا تفصيلا في مسألة البلوغ، وأن هناك من قال بتكليف الصبي، وقد قسموا الصبي إلى قسمين: صبي مميز وصبي غير مميز. والصحيح أن الصبي الذي هو دون البلوغ ليس مكلفا، والمالكية كلفوه بغير الواجب وبغير المحرم، أي قالوا بأن الصبي مكلف بالمندوبات ومكلف بالمكروهات، والمباحات كذلك مكلف بها، وهي ليست في الحقيقة من باب التكليف، وإنما أدرجوها في باب التكليف لأن فيها تخييرا من الله تعالى للمكلف، فاعتبروا هذا النوع من التخيير نوعا من التكليف، ولكنه غير ملزم. ثم الشرط الثاني الذي سبق ذكره هو شرط العقل، والجمهور على أن المجنون ليس مكلفا، خلافا لمن قال بتكليفه. والذين قالوا مثلا بتكليف المجنون أو قالوا بتكليف الصبي، إنما ذلك تكليف بالحكم الشرعي الوضعي، وهذا لا خلاف فيه، لكن موضوعنا هو التكليف بالحكم الشرعي التكليفي. الحكم الشرعي التكليفي لا يكلف به صبي ولا يكلف به مجنون، أما الحكم الوضعي فيكلف به الصبي ويكلف به المجنون، ولذلك وجبت الزكاة في مال الصبي، وجبت الزكاة في مال المجنون فاقد العقل. وهذا النوع من التكليف إنما هو تكليف وضعي، وكذلك وجب على الصبي أن يؤدي ما أتلفه من الأموال، وكذلك وجب على المجنون أن يؤدي ما أتلفه من الأموال، وهذا كله من باب خطاب الوضعي. ونحن لا نختلف في أن خطاب الوضعي يكلف به الصبي ويكلف به المجنون، كل ذلك قد سبق في الدرس الماضي. واليوم مع قول المؤلف رحمه الله
ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. إذن المؤمنون كلهم يدخلون في خطاب الله، المؤمنون والمؤمنات طبعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولكن بالشروط السابقة التي سبقت، المؤمنون بالشروط السابقة التي هي العلم بالحكم الشرعي المكلف به. فمن لا علم له بالحكم الشرعي المكلف به فلا يكون مكلفا، اللهم إلا في الأمور التي لا يعذر الجهل بها. فهناك أمور لا يعذر الجهل بها هي من البدهيات في الشرع، فلا يدعين مدع أنه لا علم له بها. وهذا سيأتي تفصيله في مقاماته إن شاء الله تعالى. وأما شرط العقل فلا بد منه كما سبق، وأما شرط البلوغ فلا بد منه كما سبق. إذن كل المؤمنين داخلون في الخطاب، وكل المؤمنات داخلات في الخطاب، هذا بالإجماع وباتفاق الأمة. هناك خلاف في هؤلاء الذين سيذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى، هل هم مكلفون أم غير مكلفين؟ قال رحمه الله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. هؤلاء الموصوفون بهذه الأوصاف، الأول من هؤلاء الموصوف بالسهو والموصوف بالصبا، وقد سبق الكلام في مسألة الصبي، والموصوف بالجنون وقد سبق الكلام فيه، الذي بقي الكلام فيه هو الساهي. والساهي يعبر عنه تارة بالنسيان أي الناسي، وتارة بالسهو أي الساهي. فقد اختلف العلماء هل الناسي والساهي معناهما واحد، أي هل النسيان والسهو معناهما واحد، أم هناك فرق بين النسيان وبين السهو. هناك من فرق بينهما فقال: المراد بالنسيان زوال المعلوم من الحافظة والمدركة معا، حين تزول المعلومة ويزول العلم من الحافظة ومن المدركة معا، فهذه الحالة نسميها نسيانا. وأما إذا بقي في المدركة و زال، مثلا زال من المدركة فقط وبقي في الحافظة، بقي في الحافظة وزال من المدركة، فهذا نسميه سهوا. ولذلك الساهي ينبه بأدنى تنبه، إذا نبه الساهي تنبه، وذلك لأن المعلومة ما زالت كامنة وموجودة في الحافظة، إنما زالت من المدركة فقط، فإذا نبه تنبه، بخلاف النسيان فتزول المعلومة بالمرة، لا من المدركة ولا من الحافظة. والمقصود هنا أن النسيان حالة من الحالات التي تعتري الإنسان، وحينئذ سيكون هذا الناسي قد غاب عن ذهنه الشيء المكلف به، الحكم الشرعي المكلف به غاب عنه ولم يذكره، وفي هذه الحالة بالذات يكون غير مكلف، أي في حالة النسيان أو في حالة السهو. والدليل على أن النسيان، أي حالة النسيان، ليست حالة تكليف القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى فيه: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد قال الله تعالى كما في صحيح مسلم: وقد فعلت، أي حين نزلت هذه الآيات التي هي خواتم البقرة، قال الله تعالى بعد أن لقن سبحانه وتعالى عباده المؤمنين هذا الدعاء، أجابهم قائلا: وقد فعلت. وأما في السنة ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدلت هاته النصوص على أن النسيان حالة من الحالات التي يعذر بها المكلف، ولا يكون في حالة نسيانه مكلفا، ولكن بعد التذكر مباشرة يوجه إليه الخطاب، بعد التذكر مباشرة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس وهو في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة عليه إلا ذلك.
فقوله عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها، أي حين يتذكر الناس الحكم الشرعي يصبح مكلفا. إذن النسيان حالة يرتفع فيها التكليف عن صاحبها. بقي مما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى المكره، هل المكره مكلف أم لا؟ المكره على قسمين، مكره ملجأ ومكره غير ملجأ. أما المكره الملجأ فهو الذي قد أولجأ إلى فعل شيء بحيث لا قدرة له في أن يتخلص من ذلك الفعل، كمن ألقي من شاهق على إنسان فجرحه أو قتله، ألقي من شاهق أو قيدت يداه ورجلاه ثم ألقي على شخص فجرحه أو قتله، إن في هذه الحالة هو مسلوب القدرة لا يمكن أن يكون مكلفا، هذا يسمى عندهم بالمكره الملجأ الذي ألجأ إلى فعل شيء من غير أن يكون له في ذلك أي اختيار. أما المكره غير الملجأ فهو ذلك الذي له قدرة في أن يفعل أو لا يفعل، وذلك كالذي وضع سيف في رقبته وقيل له اقتل فلانا، الذي يكون معصوم الرقبة، اقتل فلان هذا الرجل اللي هو معصوم الرقبة، أعطي سيفا أو بندقية ووراءه ظالم قد وضع بندقية في قفاه وقاله إما أن تقتل وإما أن تقتل، فهذا ليس إكراها شرعيا يعذر به صاحبه، لأن هذا له قدرة في أن يقتل أو لا يقتل أو لا يقتل، في خلاف الحالة الأولى. الحالة الأولى أصبح كآلة، آلة ينفذ بها، أما هذه الحالة فله قدرة، ولذلك يكون في القول الأصح عند أهل العلم وهو مذهب الجمهور مكلفا في هذه الحالة. بقيت حالة من الإكراه يعذر بها صاحبها، وهو الذي أكره على أن يقول كلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذه الحالة قد عذر فيها الله تعالى في القرآن أصحابها، وقد نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه حين حمل الكفار على أن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فنزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلم غضب من الله. هذا ما يتعلق بهذه الحالات. بقيت حالة هي محل خلاف عند العلماء أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله والكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذه المسألة يترجم لها الأصوليون بقولهم مسألة تكليف الكفار، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى تحرير محل النزاع فيها، ما هو محل النزاع فيها حتى لا تبقى في الذهن مخلوطة وحتى لا يشوش ذهن الطالب فيها، لابد أن نفصلها تفصيلا وأن نحرر موضع الخلاف فيها. فنقول اتفق العلماء وأجمعوا على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة التي هي العقيدة، هذا لا خلاف، مخاطبون بالأصول العقدية، الكفار مخاطبون بأصول الشريعة التي هي العقيدة، ما فيهاش خلاف، لا خلاف عند العلماء في أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة التي هي الإيمان، أن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والنصوص في ذلك متواترة في القرآن وفي السنة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب أهله ويخاطب قومه ويخاطب أمته التي هي أمة الدعوة
بأن يقولوا لا إله إلا الله، كان يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحين بعث معاذ بن جبل قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك، إلى آخر الحديث. إذن هذا النوع من أحكام الشريعة اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون به. النوع الثاني من أحكام الشريعة التي اتفق العلماء على أنهم مخاطبون به، أي الكفار مخاطبون به، المسائل التي تتعلق بالمعاملات كالبيع والشراء والإجارة، الكفار مخاطبون بهذا النوع باتفاق العلماء، لأن هذا مما يتعلق بتنظيم المعاملات في الحياة، فلا يمكن أن يكون الكفار غير مخاطبين به، إنه سيختل نظام الإسلام ونظام المعاملات. إذن ما يتعلق بالمعاملات من بيع وشراء وإجارة ورهن وما إلى ذلك، كل ذلك الكفار مخاطبون به. النوع الثالث مما اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون به مسائل الجنايات كلها، فإذا جنى الكافر جناية ما فهو مخاطب بأن يعاقب على ذلك، أي العقوبات الجنائية يخاطب بها الكفار لا محالة. فإذا جنى الكافر وذلك بأن قتل أو جرح أو أتلف مالا أو ما إلى ذلك فهو مخاطب بذلك، ويجب عليه أن يؤدي ذلك وأن يعاقب بحسب الجريمة التي قام بها. إذن هذه الأنواع الثلاثة من أحكام الشرائع كل الكفار مخاطبون بها، أصول الشريعة التي هي العقيدة، كذلك الأحكام التي تتعلق بالمعاملات، وكذلك الأحكام التي تتعلق بالعقوبات والجنايات. بقي لنا من الأحكام الشرعية الفروع الأخرى التي ليست داخلة فيما سبق، فهذا هو الذي هو محل النزاع. الآن حررنا محل النزاع، وذلك كالصلاة والزكاة والصيام والكفارات، هذه التي سموها العلماء فروعا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يتفق مع من سماها فروعا، لأن هذه تعتبر أصولا ولكنها تسمى بالأحكام العملية، وذلك لأن الأحكام إما أن تكون أحكاما علمية وإما أن تكون أحكاما عملية. فالأحكام العلمية هي التي ترجع إلى المعتقدات، فالأمور التي ترجع إلى المعتقدات تسمى أحكاما علمية، لأنها من قبيل ما يجب على الإنسان أن يعلمه ويعتقده. والأحكام العملية هي التي ترجع إلى ما يطلب من الإنسان أن يقوم به. فهذه أصول أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أصول، كما في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فسماها أصولا عليه الصلاة والسلام، يبنى عليها الإسلام. مقصود عندنا أن هذا النوع مما يسمى عند العلماء بالفروع أو ما يسمى بالأمور أو الأحكام العملية، قد اختلف العلماء في الكفار هل هم مخاطبون بها أم ليسوا مخاطبين بها، على أقوال متعددة قد تصل إلى ثمانية أقوال. القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بهذا النوع، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، ومنهم المالكية، جمهور المالكية، ولم يخالف المالكية إلا ابن خويزي من داد، وكذلك كثير من العلماء قالوا بأن هذا النوع من الأحكام يخاطب به الكفار، والأدلة على ذلك مستفيضة من القرآن ومن السنة أيضا. أما في القرآن
بقوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. لما سئل أهل النار في يوم القيامة حين دخلوا النار ما الأسباب التي أدخلتكم إلى النار، أول سبب ذكروه أنهم لم يكونوا من المصلين، ثم جاءت الأسباب الأخرى بعد ذلك. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الله تعالى خاطبهم هنا بهذه الأمور التي فيها الأصل وفيها الفرع، لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا من باب الخطاب بأصل الشريعة الذي هو العقيدة، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا من قبيل الفروع أو من قبيل الأحكام العملية، ولا يزنون، هذا من قبيل الأحكام العملية إذن أيضا. وهناك آيات كثيرة جدا تدل على خطاب الكفار، ومن الآيات التي تدل على خطاب الكفار الآيات التي جاءت بألفاظ العموم الذي يشمل، أي عموم تلك الآية يشمل الكافرة ويشمل المسلمة، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قوله تعالى على الناس هذا من ألفاظ العموم الذي يدل على العموم وأن الكل داخل فيه الكافر والمؤمن، وهذا كثير في القرآن الكريم وفي السنة أيضا ما يدل على ذلك. فهذا هو القول الأول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بما لا تصح هذه الفروع إلا بها وهو الإسلام. وهناك قول ثان أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ودليل من قال بذلك أنها لا تصح منهم، بما أنه لا تصح منهم فإنهم غير مخاطبين بذلك. وأيضا قال إنهم مثل المحدث الذي لا تصح صلاته إلا بالوضوء، فهو مخاطب بالوضوء، وهذا قياس في الحقيقة لا يعتبر، ذلك لأن المحدث أيضا هو مخاطب بالصلاة ومخاطب بما لا تصح الصلاة إلا به وهو الوضوء أي الطهارة، وهكذا الكافر أيضا مخاطب بهذه الفروع وبما لا تصح هذه الفروع إلا به. وهناك أدلة أخرى كلها في الحقيقة مرجوحة وكلها مردودة، وهناك من قال إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن النواهي لا تحتاج إلى نية بخلاف الأوامر، فلا بد فيها من نية ولا بد فيها من اعتقاد. وهذه تفرقة لا دليل عليها، كيف يخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر؟ من فرق؟ هل هناك دليل من الشريعة تدل أو يدل على أنهم مخاطبون بهذه دون تلك؟ وهناك من قال إنهم مخاطب، إن الكفار الذين يخاطبون هم المرتدون دون الكفار الأصليين، وكل تلك الأقوال في الحقيقة مرجوحة ومردودة لأن أدلتها منقوضة، يبقى الدليل الأصح هو أن الكفار مخاطبون بالشريعة لكن لا تصح منهم لو فعلوها، لو فعلوا هذه الأحكام الشرعية بدون عقيدة، لو صاموا مثلا أو صلوا أو زكوا أو حجوا بدون عقيدة فإنها لا تصح منهم، لأن الله عز وجل أبطل الأعمال التي ليست فيها عقيدة، قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وكذلك إنما خوطبوا بها من أجل أن يعذبوا عليها يوم القيامة، لا تترتب عليها أحكام دنيوية هنا في الدنيا، وإنما تترتب عليها الأحكام الأخروية حيث يعذبون عليها يوم القيامة بين يدي الله، يعذبون على الأصل ويعذبون على الفرع. ثم إذا أسلم أحدهم لا يطالب بقضائها،
لو أسلم أحدهم لا نقول له إنك مطالب بأن تقضي ما فاتك من هذه الأحكام الشرعية الفرعية، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه آية تدل على أنهم ليسوا مطالبين بقضائها عندما يسلموا. ولذلك عندما أسلم كثير من الصحابة، عندما أسلم الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بقضاء ما فاتهم من الأحكام الشرعية. كذلك من حكمة مخاطبتهم بها ترغيبهم في هذا الدين وترغيبهم في هذا الإسلام. وهل إذا نذر أحدهم نذرا قبل أن يسلم هل يجب عليه قضاؤه؟ هذا محل خلاف. هناك من العلماء من قال: من نذر نذرا وهو كافر ثم أسلم فعليه قضاء ذلك النذر، ومن قال ليس عليه قضاء، وذلك لأنه داخل في الآية التي سبقت: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما من قال بالقضاء فاستدل بحديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نذر أن يعتكف ليلة في المسجد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوفي بنذره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة مخاطبة الكفار بالأحكام العملية أو بفروع الشريعة، هذا التعبير الذي هو مشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى. بقي لنا من مباحث الأمر والنهي ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: والأمر بالشيء أمر بضده، والنهي عن الشيء نهي عن ضده. هذه من مباحث الأمر ومن مباحث النهي. من مباحث الأمر: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ أي حين يأمر الله تعالى بشيء هل هو نهي عن ضد ذلك الشيء؟ هذه المسألة تعرض لها الأصوليون لما نشأ في الأمة ما يسمى بعلم الكلام، لأن علم الكلام الذي هو عبارة عن المنطق الذي ترجم من الفلسفة اليونانية إلى الثقافة الإسلامية في عهد المأمون، حيث وضع المأمون لهذا النوع من الترجمة بيت سماه بيت الحكمة، وكلف به من يترجم كل علوم اليونان، وأرسل إلى اليونان أن يرسلوا إليه الكتب، كتبهم التي كانت تسمى بكتب الحكمة أو بكتب الفلسفة، وكان قد خصص لها ميزانية من الدولة، وكان المترجم يهوديا، وكان هذا اليهودي يتقاضى أجرة كثيرة على ترجمة هذه الكتب، وكان المأمون قد وضع معيارا لأخذ الأجرة. هذا المعيار هو أن يأخذ المترجم على قدر ما ترجم من الأوراق وزنا من ذهب. فكان هذا اليهودي بغشه ومكره وتدليسه يكتب في أوراق غليظة ويوسع ما بين السطور ليأخذ الأكثر ذهبا والأكثر وزنا. المقصود عندنا أن هذه الكتب لما ترجمت كانت تحمل فلسفة في شق وتحمل علوما كونية في شق آخر. فالعلوم الكونية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك، هذه علوم يشترك فيها الناس جميعا، هذه نافعة أخذها المسلمون وطوروها وضعوا لها منهجا وصاروا روادا فيها كما هو معلوم. وأما الجانب الفلسفي فهذا هو الذي وقع فيه خلل، وذلك عندما أخذه العلماء وطبقوه بحذافره، منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار في الحقيقة. على كل حال، المقصود عندنا أن هذا العلم الذي هو علم الكلام وعلم المنطق كان من أثاره أن
قسم علماء العقيدة وتبعهم في ذلك علماء الأصول، قسموا كلام الله إلى نفسي ولفظي، ومنه الأوامر. هناك الأمر النفسي والأمر اللفظي والنهي النفسي والنهي اللفظي. المقصود بالأمر النفسي الصفة القائمة بذات الله تعالى التي ليس لها تعبير. فالصفة القائمة بذات الله تعالى من غير تعبير تسمى عندهم بالكلام النفسي، وهذا هو المعبر عندهم بالأمر النفسي. وهكذا النهي النفسي. فلما قسموا الكلام إلى نفسي ولفظي، جاء تقسيم الأمر إلى نفسي ولفظي، ونتج عن ذلك ماذا؟ نتج عن ذلك هذا الأثر الذي ذكره المؤلف. يعني هل الأمر نهي عن ضده، أي الأمر النفسي هل هو نهي عن ضده، والنهي النفسي هل هو نهي عن ضده؟ لأن عندنا لو نظرنا إلى الأوامر الشرعية أو النواهي الشرعية، لو نظرنا إليها ألفاظا لما كان هذا الأثر، وإنما نقول للأمر صيغته اللفظية وللنهي صيغته اللفظية، ليس فيه إشكال. الأمر له صيغه اللفظية التي نقرأها في القرآن وندرسها في السنة. في القرآن مئات الأوامر، وفي القرآن مئات النواهي. لكن لما كان هذا المبحث موجودا عند الأصوليين فلا بد إذن من التعرض إليه. هل الأمر نهي عن ضده؟ يعني إذا أمر الله تعالى بشيء هل هو نهي عن ضده؟ الجواب نعم. لكن هل هو نهي بالصيغة ولا هو نهي باللزوم؟ الجواب أنه نهي باللزوم وليس بالصيغة، لأن هذا له صيغة وهذا له صيغة. النهي له صيغة والأمر له صيغة، فصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل. لكن هذه الصيغة، صيغة الأمر افعل، تقتضي النهي عن ضدها، ليست هي نفس النهي عن ضدها، لأن للنهي عن ضدها كما ذكرت صيغة، لكن هي لا يتحقق فعلها وامتثالها إلا باجتناب ضدها. لأنه لا يمكن للإنسان أن ينفذ الأمر وأن يمتثله وأن يقوم به إلا إذا ترك ضده. إذا كان له ضد واحد، أو ترك أضداده إذا كانت له أضداد متعددة. فإذا قال لك قائل قم، فلا يمكنك أن تنجز القيام وأن تحققه إلا بترك أضداده، أي بأن لا تضطجع وبأن لا تجلس وبأن لا تركع وبأن لا تسجد، لأن هذه كلها أضداد للقيام. فلا تسجد، لأنك إذا سجدت لا تكون قد أتيت بالقيام، ولا تركع، لأنك إذا ركعت لا تكون قد أتيت بالقيام، وإذا جلست لا تكون قد أتيت بالقيام، وإذا اضطجعت لا تكون قد قمت بالقيام. فإذا قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، أمر منه سبحانه وتعالى بالقيام في الصلاة، فصار القيام فريضة، ولا يتحقق القيام إلا إذا تركت أضداده كلها. لا تكون في هذه الحالة راكعا ولا ساجدا ولا جالسا ولا مضطجعا، لأنك لو فعلت ذلك لبطلت صلاتك. إذن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لا يكون هو نفس ضده ولكنه يستلزم النهي عن ضده، لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إيجاده إلا به، فهو أمر به وبما لا يتم إيجاده إلا به، فهو من ضرورية، فكل ما كان من ضرورية تحقيق الأمر يدخل في صيغة الأمر. كل ما كان من ضروريات تحقيق الأمر يدخل في صيغة الأمر.
وهذا هو الصحيح عند المحققين من العلماء، أن الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء وبما لا يتم ذلك الشيء إلا به، أو قل وبما هو من ضرورياته. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده. القاعدة الثانية تتعلق بالأمر، وهي قوله: والنهي عن الشيء أمر بضده، أمر بضده من حيث الدلالة الالتزامية لا من حيث الصيغة، لأن قلنا فيما سبق بأن للنهي صيغته وللأمر صيغته، لكن النهي لا يتحقق إلا بترك ضده، ولكن الضد هنا لا يشمل إلا واحدا، لا يشمل عدة أضداد. فإذا نهاك الله عن شيء يجب عليك أن تفعل ضد ذلك الشيء الذي نهاك عنه حتى يتحقق النهي، وإذا أمرت بشيء فلا بد أن تفعل ضد هذا الشيء الذي نهيت عنه من أجل أن يتحقق النهي. فإذا قيل لك مثلا لا تقم، فمن أجل أن يتحقق ترك القيام لا بد أن تترك ضد القيام، أي لا تفعل ضد القيام، ولكن هنا لو فعلت ضدا واحدا لا كنت محققا به النهي. النهي هنا له عدة أضداد. إذا قيل لك لا تقم، ما أضداده التي تفعله؟ أضداده الركوع والسجود والقيام والاضطجاع، فلو فعلت واحدا من هذه الأضداد لكنت محققا للقيام. فإذا ركعت مثلا فأنت لست قائما، وإذا سجدت فلست قائما، وإذا جلست فلست قائما، وإذا اضطجعت فلست قائما. لذلك يكفي ترك، يكفي فعل ضد واحد من أضداد النهي. وهذا كما ذكرنا صيغته إنما تدل عليه بالالتزام أو باللزوم وليس بالصيغة. فيقال فيه أيضا ما قيل في الأمر بأن النهي عن الشيء نهي عنه وبما لا يتحقق تركه إلا به. فهذا معنى هاتين القاعدتين من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ولنكتفي بهذا القدر في درسنا اليوم، إلى أن نواصل الكلام إن شاء الله تعالى على ما سيأتي من كلام الشيخ رحمة الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.